إذا للوقوف عند الانتهاكات الصهيونية ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه والدعم العلمائي للمرابطين، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، وعبر الهاتف من القدس المدرس في المسجد الأقصى الدكتور مصطفى أبو صوي. مرحبا بكما، وأبدأ معكم دكتور مصطفى، يعني بماذا تفسر تزايد وتيرة الانتهاكات والاقتحامات من قبل المستوطنين الصهاينة، وهذه الأمور كلها تجري بحماية من قوات الاحتلال خاصة في الفترة الأخيرة، ما السبب في ذلك وكيف تفسرها أنتم دكتور مصطفى؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الوعد في تقريركم أن قوات الاحتلال هي التي تمكن المستوطنين من دخول ناحية المسجد الأقصى المبارك منذ عام 2003، وهذا صحيح. قبل ذلك حتى عام 2000، من 1967 حتى عام 2000، كانت الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة بالتمام والكمال عن دخول أي إنسان للمسجد الأقصى المبارك، وهذا انتهاك يعني منذ عام 2003، هذا انتهاك صارخ للوضع التاريخي القائم. ومنذ ذلك الحين وهنالك مطالبات بإعادة الوضع إلى سابق عهد، يعني احترام الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك. الأعداد طبعا تتزايد، لأن هنالك أصلا تزايد في يعني كل المجتمع الإسرائيلي، هنالك تزايد في التوجه نحو اليمين، يعني هنالك بعد ديني وهنالك بعد سياسي أيضا. نمو الأعداد المستوطنين، نمو أعداد المستوطنين في الضفة الغربية في شرقية القدس، ودخول هؤلاء ايضا الى مراكز النفوذ اعضاء في الكنيسة، وراينا كيف ان الحكومه الجديده فيها من المتطرفين ما فيها الا هذا كله يترجم في النهايه الى يعني زياده في الاعداد، وليس قضيه الزياده، القضيه انه لم يحترم الوضع التاريخي القائم. دكتور مصطفى، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بكم دكتور. دكتور، هيئة علماء المسلمين في العراق تؤكد على الدوام دعمها وأيضا مساندتها للمرابطين في الأقصى، ولكن ما أثر مثل هذا الدعم على المرابطين في الأقصى دكتور ثامر؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك الله سيدي الكريم. لجنابكم الكريم ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين المكان. نعم أخي الكريم، هيئة علماء المسلمين دائما ما تؤكد أن قضية فلسطين هي قضية الأمة المحورية لما لها من اعتبارات تاريخية ومقدسات إسلامية، ولذلك جاءت رسالة مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري في هذا الإطار. نعم. لأن الهيئة تعتبر أن ضعف أن القدس هي ميزان لضعف الأمة وقوتها، فمتى ما كانت فلسطين محررة قوية لا تطأها أقدام الغزاء وينعم أهلها بالأمن والأمان فالأمة بخير والأمة قوية. نعم. ومتى ما كان وضعها مثل ما هي عليه الآن فهذا يعني أن الأمة ليست بخير وبحاجة إلى من ينقذها من ضعفها وهوانها، والمرابطون الفلسطينيون يؤدون دورا كبيرا نيابة عن الأمة جمعاء. الاحتلال يضيق عليهم ويمارس عليهم أنواع الإجراءات التعسفية والانتهاكات لأجل منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، والاستفزازات واقتحامات الأقصى وغلقه، هذه أجزاء بسيطة يمارسها الاحتلال على إخواننا المرابطين الذين هم رأس ربح الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى. ورسالة مسؤول القسم السياسي في الهيئة هي دعم للمرابطين وإيصال رسالة مفادها نحن معكم، نحن ندعمكم بكل ما يمكننا ولن ندخر جهدا في مساندتكم، ونحن نعلم أن أثر ذلك كبير على المرابطين في الأقصى الذين يريدون من الأمة أن تشعر بعظمة ما يقدمون، فهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يرابطون لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من يخذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال بيت المقدس وأكنافي بيت المقدس. فبهذا الإطار تأتي رسالة هيئة علماء المسلمين إلى إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. دكتور ثامر، يرجى أن تبقى معنا، سأنتقل إلى الدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، في هذا الظرف الحساس، ما الدور الذي يلعبه المرابطون في صد هذه الانتهاكات وبالتالي الدفاع على مقدسات المسلمين؟
هنا أثني على كلام الدكتور تامر العقلاني حقيقة في يعني التركيز على أهمية قضية المسجد الأقصى وأن المسجد الأقصى وقضية الأمة. وحقيقة قبلتنا الأولى هي همنا الأول، هي قضيتنا الأولى حقيقة. الآن بالنسبة لقضية الرباط، الرباط مفهوم ديني ويتضمن كل من يصلي في المسجد الأقصى وكل من يخدم المسجد الأقصى وكل من ينافع عن المسجد الأقصى سواء كان قريبا أو كان بعيدا، والموجود في حقيقة. أهم شيء هو أن يتواجد المسلمون في رحاب المسجد الأقصى، ولذلك نحن نثمن أيضا مجيء الإخوة من البلاد الأوروبية، إخوة وأخوات يجيون ويصلون في المسجد الأقصى. هؤلاء يأتون بأعداد أصبحت كبيرة جدا، ونحن بإذن الله عز وجل أيضا يعني نثمن وجود كافة إخوتنا من الذين يستطيعون أن يأتوا من داخل فلسطين، من الذين يستطيعون الوصول بسهولة، لأن الوصول من الضفة الغربية وبصعوبة ومن غزة بصعوبة أكبر. نعم، أنتقل إلى الدكتور ثامر. دكتور، كيف قرأتم هذا التصعيد المستمر من قبل المستوطنين وأيضا من قبل الحكومة الصهيونية ضد المقدسات الإسلامية والفلسطينيين في ظل التطبيع الذي جرى سابقا، كيف يمكن فهمه؟ حقيقة الكيان الصهيوني هو مستمر منذ عقود في التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين. نعم. أصحاب الأرض، أصحاب الدولة، أصحاب التاريخ الحقيقي الذين مقدساتهم في فلسطين، والقدس هو أول القبلتين، فلا يمكن تجاوز هذه الأمر. الاحتلال يريد إنهاء القضية الفلسطينية، وهو يرى أن الوقت مناسب لممارسات تعسفية وارتكاب جرائم ومجازر وإبادة بحق الفلسطينيين. وقد رأينا قبل أشهر كيف مارسوا الجرائم واقتحموا المخيمات، لأن هناك تخاذل من بعض المسؤولين في بعض الدول الإسلامية والعربية. أما الدول الغربية فهي من الأصل متواطية مع الكيان الصهيوني ومتآمرة معه، فما يحصل ضد الفلسطينيين اليوم وهذا يعني أن حكومة نتنياهو والجناح المتطرف يزيدها ظلما وإجراما في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، وهي تستغل الأوضاع المتوفرة والموجودة حاليا في العالم وانشغال العالم بالحرب الأوكرانية الروسية والتوتر بين الصين وأمريكا من جهة، وأيضا انشغال العالم العربي بإيران وتدخلاتها السافرة في الدول العربية وزعزعة أمنها ونشر مخدرات الطائفية في الدول العربية. هذه العوامل كلها والأوضاع كلها تجعل حكومة نتنياهو تستغل هذه الأوضاع لإنهاء القضية الفلسطينية، ولذلك نراها أخذت تتوسع في بناء المستوطنات واحتلال الأراضي حتى على الأراضي التي هي تحت الإدارة الفلسطينية. هذه كلها واضحة بأن الكيان الصهيوني مستمر ويستغل الأوضاع الحالية من أجل تحقيق غايته الشنيعة، وهي إنهاء القضية الفلسطينية والسيطرة على الأراضي الفلسطينية جميعا. دكتور مصطفى، يعني هنا كيف يؤثر الدعم العلمائي والشعبي من العرب والمسلمين، كيف يؤثر في معنويات المرابطين وصمودهم؟ بالنسبة لنا نحن ندرك تماما أن المسجد الأقصى عقيدة، المسجد الأقصى يعني مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى يعني تاريخ منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المسجد الأقصى هو قلب هذه الأمة، ونحن يعني حينما نستمع لأقوال علمائنا وساساتنا ومن يدعمون المسجد الأقصى باستمرار، وهذه الحرب حقيقة على المسجد الأقصى لها من يصدها بإذن الله عز وجل. ولابد من ذكر يعني الآن لابد من ذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية حقيقة تقوم بدور يعني كبير جدا في دعم المسجد الأقصى منذ أكثر من 100 عام. لابد أيضا أن نذكر أن أروقة اليونسكو تشهد يعني صولات وجولات وبالتنسيق بين الإخوة في الأردن وفي فلسطين مواقف كثيرة جدا، وأدى هذا في فترة من فترات لانسحاب إسرائيل وحتى أمريكا تضامن معها انسحبوا من اليونسكو بسبب القرارات التي تتعلق بالمسجد الأقصى والقدس.
إذن المجالات مجال المفروض حقيقة هو أن يصل الصوت ليس فقط لنا، الأصل فيها أن يكون من المثقفين أو العلماء من يوصل هذا الصوت إلى كافة أرجاء المعمورة يعني بلغات مختلفة. الصراع حقيقة بالنسبة لي في المقام الأول هو صراع على الخطاب، صراع على الرواية. نعم. وإن شاء الله روايتنا هي يعني جغرافيا القداسة وجغرافيا الأرض المباركة هي اللي تساعدوا على جغرافيا السياسية القائمة. دكتور ثامر، بسؤالي الأخير لحضرتكم، نددتم في هيئة علماء المسلمين بالانتهاكات الصهيونية على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية. كما تعرفون تصدر العديد من الدول بيانات إدانة للممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، ولكن باعتباركم أنتم جهة علمائية، ما المنتظر من الدول الإسلامية لوقف هذه الانتهاكات وهذا التصعيد دكتور ثامر؟ دكتور، حقيقة التنديد والتصريحات ضد الانتهاكات التي ارتكبها قوات الاحتلال الصهيوني هي نوع من أنواع الرسائل التي يجب إيصالها بأنكم بالكيان الصهيوني، بأنكم مهما تماديتم فسيأتي اليوم الذي ترون شعوب العالم الإسلامي والعربي متحدة ضدكم، ضد هذا الكيان الغاصب. الاستفزازات التي يمارسونها ضد المصلين في رمضان ستؤدي إلى تفجر الأوضاع في القدس ولن تتوقف عند ذلك. قوات الاحتلال لا شك أنها تمارس أنواع الإجرام ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال. هذه ستكون لها تبعات خطيرة من حيث أن الظلم والإجرام أصبح لا يمكن أن يطاق، وهذا لا شك أنه سيزرع روح الدفع نحو الحرية بقوة في نفوس الشباب الفلسطيني الذي سينفجر مرة واحدة ولا يمكن إيقافه. البيانات والتصريحات والمواقف والرسائل المباشرة كلها مهمة في مواجهة الاحتلال، ولكن واجب الدول الإسلامية كحكومات واجب أكبر وأكثر من الاكتفاء بالبيانات والتصريحات. واجبها أولا إدخال حقيقة القضية الفلسطينية إلى على سبيل المثال إلى المدارس، إلى طلابنا في المدارس وهم في بداية حياتهم كي يعلموا أن القضية الفلسطينية هي روح الأمة. لابد أن يحتاج أو أن يقدم هذه الدول إجراءات مقاطعة كبيرة ونافعة وحصار ولو بري ضد الاحتلال، هذا فضلا عن رفض شيء اسمه دولة إسرائيل جملة وتفصيلا. أما السير وفق التطبيع والميوعة في اتخاذ القرارات فهذه تعطي فرصة كبيرة للاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. فإذا واجب الدول واجب الحكومات أكبر من التصريحات والبيانات، واجبها أكبر وهو الدفع نحو تحرير فلسطين والمسجد الأقصى. كان معنا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، وعبر الهاتف من القدس المدرس في المسجد الأقصى الدكتور مصطفى أبو صوي. شكرا جزيلا لكما.